المعرفة يعتبر من المؤتمرات اللي قدمتها معهد التخطيط، أحد الجهات التابعة لوزارة التخطيط. المؤتمر جيد في محتواه متاعه، في عملية معرفة المعلومة من منتج إلى المستهلك. إطلاقاً من أن المعرفة هي أساس وهي حجر الزاوية في التنمية اليوم، وما يتضح ذلك جليا في التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يشهده العالم اليوم. وبالتالي فإن المعرفة أصبحت اليوم ما يعرف اليوم بالاقتصاد المعرفة، أصبح الحقيقة يوازي بل ممكن أنه هو يفوق حتى الاقتصاديات المعروفة والموارد اللي هي تعتمد على الموارد المالية وعلى الموارد الطبيعية. وبالتالي نحن انطلقنا من هذا الجانب، وخصوصا أن المعرفة هي حجر الزاوية في التنمية المستدامة.